أهلا بكم إلى بيروت اليوم. ضيفي رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي. تضحك ليه؟ عم تضحك ملحم. صباح الخير. صباح النور. شو حملت له للجنرال امبارح؟ مجموعة أشياء، يعني هي أيدي التداول بيننا وبينهم، بما فيها أخبار الدوحة وزيارة الحكيم لقطر، إلى جانب الملفات اللي بعدها أيدي النقاش واللي هي باتجاه أنه تتبلور وتتطور بالأسابيع المقبلة. يعني نحن على وشك ورشة عمل نحن وياهم بالأسبوع الجاي على مجموعة ملفات مشتركة معنيين اثنيناتنا ببحثها. ليه كل ما بيعمل خطوة دكتور جعجع، كل ما بيعمل زيارة تلاقوا حالكم بدكم تخبروا أو تطلعوا العماد عون على نتائجها، أو ربما ما بعرف، أنا رح أسألك شو اللي يعني شو اللي نقلت له إيه؟ بس إنه هيدا من ضمن ورقة التفاهم إنه كل زيارة أو كل لقاء يبلغ العماد عون أو لا. كيف؟ هيدا أسلوب إذا بدك بيسموه إيتيك، يعني بالتعاطي الأخلاقي بالأخلاق السياسية، إنه نحن لما بيكون عندنا نشاط معين بنحطه بصوته، هو كمان عم يعمل هيك. بس يعملوا أي شيء بيطلع أستاذ إبراهيم كنعان على معراب وبحط الحكيم بالصورة. يعني إذا بدك لتعزيز الثقة أكثر وأكثر، لأنه بتعرفي مش مسحة بعد 30 سنة من الخلافات والخصام الهائل اللي كان بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. الثقة منا الثقة تكتسب، منا هيك يعني كل شوي وشوي منبنيها أكثر. وأنت بتعرفي نحن وثيقة النيات، الورقة اللي عم تتحول شوي شوي إلى وثيقة عمرها من حزيران، يعني رح يصيروا 3 شهور بعد خلقان جديد، يعني مولود سمير جعجع وميشيل عون خلقان جديد، بده بعده عم يدبدب بعد ما كبر كتير، بده حماية، بده رعاية، بده احتضان، مش بس من القوات والتيار، بده احتضان من كل المسيحيين ومن كل اللبنانيين أصحاب قضية وطن، إنه هيدا الوطن لازم يستمر، لأنه بالأساس هيدا الوطن هو فكرة مسيحية. يعني قد ما المسيحيين يكونوا قوية، قد ما كل شركائهم بالوطن يكونوا قوية. بس في احتضان لهالولد أو لا؟ طبعاً في كتير في نفور منه عن بعض الجهات. لا لا لا، أبداً أبداً، بالعكس في احتضان كامل. هلأ النفور ضمن إطار اللعبة السياسية التكتيكية اليومية طبيعي واضح، أو إذا بدك هيك نقزة الخوف من حجم هيك تحالف. بس هو بالواقع نحن بعد ما وصلنا لمرحلة التحالف، نحن وصلنا نحن أصدقاء، نحن بخط بمشروع سياسي يختلف عن المشروع السياسي الموجود في العماد عون، ولكن في مساحة عمل مشترك، في تقليص يومي لمساحات الصراع والخلاف، وفي جهد إذا بدك بنحط كل يوم لحماية النسيج المجتمعي الواحد اللي بلش يتزوج على بعضه أكثر، ويمكن سبق القيادات ورأس رأسي الهرم بالتلاقي بين القوات وبين التيار الوطني الحر وبين أكيد الدوائر الأكبر اللي هي إذا بدك من أصدقاء ومناصرين. هي مش بالسياسي، يعني التلاقي أكثر بأمور غير سياسية، لأنه مثل ما قلت بالسياسي في نقاط خلافية، في نقاط مشتركة. يعني اثنيناتنا مثلا اتفقنا وتجاوب الرئيس بري مع رغبتنا أنه ما بيفتح مجلس النواب إلا على أساس قانون الانتخاب واستعادة الجنسية كتشريع للضرورة في حال صار في عقد استثنائي. طب هل عندك جواب على أنه ماذا لو أدرج الرئيس بري بند مثلا رفع سن التقاعد؟ هذا الأمر اللي بهم كتير العماد عون. هل يتوجه العماد عون إلى المجلس النيابي أو هل بيأخذ موقف القوات اللبنانية؟ يا ولا هي شيء الأمر اللي بهمه كتير؟ أكيد لا، الموضوع منه شخصي ومش أنا بمطرح دافع عن العماد عون. حتى في تعطيل حكومة، في تعطيل كتير أشياء مقابل الحصول على هالنص. إذا أدرج هيدا البند على مجلس، على جدول أعمال مجلس النواب، رح يكون البند الثالث للأول ولا الثاني، لأنه الأول والثاني بندين متلازمين هن استعادة الجنسية وإقرار قانون للانتخابات. فيما لو أدرجوا بلا هالبندين اللي عم بيطالبوا فيهم ما بيروح حدا، يعني ما بيفرط العماد يعني عون بهالحلف الجديد. إذا بدك أشرح لك أكثر، إذا حط استعادة الجنسية ما بيروح العماد عون، إذا حط قانون الانتخاب ما منروح نحن، بده ينحطوا استعادة الجنسية وقانون الانتخاب كبندين متلازمين وحط بعض، يعني إذا بدك واحد اثنين هيك منعدهم، ما منعد واحد اثنين. بس إذا ما حط ولا استعادة الجنسية ولا قانون الانتخاب وحط رفع سن التقاعد، الأمر اللي بهم العماد عون ما بيروح العماد عون، ما في مجلس نواب.
ما في جلسة لمجلس نواب، ما في، لأنه ما في عقد استثنائي لمجلس نواب. أوكي، بس سؤالي هو بيروح العماد عونه قانون الانتخاب وأسعاد الجنسية، يعني شغلة مهمة أنه ما بيفرط بهالولد اللي خلق جديد بينه وبين دكتور جعجع مقابل شيء اللي عم بيحارب بالسياسي كرماله. يعني هيدا إذا بدك الاستثناء الوحيد اللي بنعتبره طبيعي بعالم الولادات أنه بيان خلفوا ولد، يعني اثنين بيات هيدا المشروع واثنيناتهم بيتحملوا نفس القيمة بالمسؤولية على حماية هيدا المولود الجديد اللي هو اسمه وثيقة النيات، مش بس تجاه حالهم، تجاههم وتجاهنا وتجاه كل الشعب المسيحي والشعب اللبناني بشكل عام، وهن حريصين وعم بحكي عن علم، حريصين جدا على حماية هالمولود ملحم الجديد. بس في بعد بنشوف بعض الشباب أو المناصرين لهذا الفريق أو ذاك بعد مش مقتنعين كثير بالفكره، في تنكوز بعد، في كلام هيدا ما بيخلى الامر. برجع بقول لك منا مسحه 30 سنه، بس حتى هول الشباب وبعض الاشخاص، يعني اذا بدك لي انا بسميهم جزء منهم، بعده شو بده شوي تيستوعب الموضوع، لانه خلق بحاله انه في هيدا الخصام قائم وما بيتحمل مسؤوليته. الجزء الاكثر اللي عاش المرحله العسكريه كله مرتاح ومبسوط وبده مصالحة كاملة ومصارحة كاملة بين الطرفين. الجزء بعض إذا بدك هيك البؤساء بسميهم أنا، اللي هن مصرين أنه يفتعلوا مشكل بغير محله، لأنه هو المشكل تاريخيا بين سمير جعجع وميشيل عون بغير محله. يعني العلاقات ممتازة بالشخص بين نبيه بري وسمير جعجع محافظ الألقاب، ولا مرة كان في اتفاق بالسياسي. لازم تكون العلاقات هيك بين القوات اللبنانية وتيار الوطني الحر، وبعض الاتفاقات والتقدم بالسياسي حاصل. يعني مشان هيك صعب يتعودوا. في جزء آخر إذا بتحب أقولك عنه، هو جزء المشككين. جزء المشككين هول كتير بيساعدونا بشغلنا. ليش؟ لأنه هول أيوة مثل هودة، مثل محامي الشيطان مع فرق الأحجام والتشبيه بتطويب القديسين. بينما جزء التشكيكيين هودي جزء مرزول من قبلنا وأصلا ما بنسأل عنه، مثل ما قلت لك هو بعض البؤساء اللي مقررين يعيشوا ببئس الحقد يلي أكلون. هو لا بيعنوا سمير جعجع، لا بيعنوا ميشيل عون، ولا بيعنوا كل القواعد المنحدرة من هالقمتين. هل الكتائب اللبنانية وتيار المردة والمستقلين المسيحيين كان أوكي لم يفصحوا عن هذا الأمر علنا وعلى الكاميرات وجهارا، ولكن كانوا مزعوجين؟ يعني البعض ربط مثلا الاجتماعات اللي تعقد عند الرئيس ميشيل سليمان من أول ما بلشت كأن ردة فعل على التقارب العوني القواتي، هل في شيء منه؟ يعني في انزعاج أنه ليش أكبر حزبين مسيحيين التقوا وقد يهمشان الآخرين؟ أنا بقدر أحكي عن اللي بعرفه، أنه حزب الكتائب كتير مرتاح لهيدا التلاقي وكتير متجاوب معه ويبني عليه ضمن، بعتذر على التعبير ولكن هذا واقع البلد، ضمن إطار إذا بدك توحيد الرؤية المسيحية لمشاريع السياسية والقضية اللبنانية. بل الأحزاب الأخرى ما، يعني ما عندي فكرة حقيقية خلفية الكواليس مثل ما عم تتفضلي، بس برجع بقليك بما يتعلق بالرئيس ميشيل سليمان واللقاء التشاوري اللي عم بيصير عنده، هيدا كمان بيصب بخدمة القضية اللبنانية ولو بأساليب أخرى، خاصة أنه نحن منا مشاركين بالحكومة ونتمنى أنه يكون منتج على صعيد الحكومة بالرغم من عدمية إنتاجها يعني المؤسفة. خليني ارجع على امبارح، شو الرساله اللي كانت؟ يعني خبرته، خبرنا، قلنا شو يعني كيف كانت زياره الدكتور جعجع على قطر؟ لماذا تمت هذه الزياره في هذا التوقيت؟ يعني اللي بنقدر نحكي فيه بصراحه هو انه هذه الزياره هي متابعه للجوله العربيه اللي عم بيقوم فيها الحكيم باطار تعزيز حضور القضيه اللبنانيه بالعالم العربي وخاصة العالم الخليجي، اللي هو اليوم إذا بدك البقعة الوحيدة اليوم الأكثر تفاعلا مع قضايا العرب والأسلم ضمن إطار المروحة العربية الكبرى. يعني عندك المشاكل تمتد من تونس إلى مصر إلى العراق إلى سوريا إلى كل العالم العربي، اللي هو عن جد اليوم ثائر، ولكن بعد ثوراته ما خلصت مراحلها البدائية أو الأولية. الخليج العربي هو إذا بدك يعيش استقرار سياسي، وهو يلعب الدور استراتيجي لحماية حقوق العرب بين مزدوجين، حقوق العرب بين مزدوجين.
هلا بيبقى انه بعد عاصفة الحزم دخل عامل توازن جديد على اللعبة الإقليمية. بعد عاصفة الحزم صار الموقف العربي أكثر حضوراً وإذا بدك أكثر إصراراً على التمسك بالحقوق أن يرعى العرب حقوقهم. هيدي دفعت باتجاه توجه إذا بدك أو رؤية شخصيات تشبه عاصفة الحزم. فكان لقاء الحزمين يعني بين الحكيم وبين الملك وبين الأمير القطري، وبتصور الجولة كمان بمراحل أخرى رح تستمر لنقل القضية اللبنانية، لأنه نحن عايزين كمان نشرح وجهة نظرنا. عم تتناول ملفات لبنانية بالضبط، أكتر شيء عم تتناول ملفات لبنانية. شو هي يعني؟ كل الملفات العالقة، كل ملفات لبنان، يعني ملفات لبنان التكتية أو المباشرة. هلا فيها تكون عم تتناولهم ملحم بشكل عام إنه بيخبرهم شو عنا بلبنان، وفيها تكون عم تتناولهم من ناحية طلب دعم ربما عربي لحل القضايا اللبنانية. إيه أكيد طبعاً، بكل النواحي أي شيء يعني. العرب هو إذا بدك أكثر دعم طبيعي ومشروع وشرعي للقضية اللبنانية، وهذا اللي هو مش مطلب بس الحكيم، مطلب كل اللبنانيين بكل الأوقات وبكل الحالات وبكل الحاجات. نحن بنعرف إنه المملكة السعودية مثلاً دفعت أكثر من 3 مليار لتمويل الجيش، دفعت مليار لدعم الخزينة بالسابق، دفعت مليار بواسطة الرئيس سعد الحريري كمان لأمور مستعجلة، قطر دفعت مبالغ هائلة لبعد حرب 2006 حرب تموز. العرب حاضرين للقضية اللبنانية بمدى أهمية لبنان بالنسبة للعرب، بالأخص بعد الوضع المستجد مثل ما قلت لك، وبعد الثورات وبعد حضور التطرف الإسلامي الكبير، صار في حاجة لإظهار مدى الترابط بين الحالة العربية المعتدلة وبين وجوه مسيحية صلبة مثل سمير جعجع، تبين قديش هن حريصين على حضور مسيحي رسولي في لبنان وفي المنطقة. شو اللي وعدوا فيه القطرية للدكتور جعجع؟ ما في وعود بمعنى وعود هيك، في يعني أكيد إصرار على العمل لحماية لبنان، حماية الاستقرار بلبنان، والملفات الأخرى مسؤولية اللبنانيين. يعني قطر بالأخير منا دولة عظمى تتقدر تعمل شيء أكثر من قدرتها، بس على القليلة عم تعمل ما يسمح لها أنه تساعد لحل بعض المشاكل. هل لقاءات الدكتور جعجع مع الملك السعودي ومن بعد أمير قطر، وعم تقول حضرتك أنه الجولة ستستمر، هل يكرسه الزعيم المسيحي الأقوى في لبنان؟ وألا يزعج هذا الأمر العماد عون؟ ولا مرة كان في عنده سمير جعجع حسابات إذا أنا أول أو تاني أو عامل سبق ركض يعني مع حدا. سمير جعجع الهم الأساسي اللي طاغي على عمله السياسي وجهده اليومي من يوم دخل هيدا المعترك هو إيصال القضية إلى المراحل الأساسية. يعني لما بنحكي بسمير جعجع ما بنحكي بشعبية، بنحكي بشعب يجب إنقاذه، سواء أيد هالنظرية أو ما أيدها، سواء تتفاعل مع فكرة سمير جعجع أو ما تفاعل معه. بهذا الإطار هو بيشتغل، هو بيتوجه لرأي عام أكثر من قواتي مسيحي ولبناني مسلم بشكل أساسي كمان، مثل ما قلت لك إيصال الفكرة المنوي البناء عليها. هل هناك من كتب بالصحافة اللبنانية أنه جولة دكتور جعجع كمان تزعج الرئيس سعد الحريري ربما؟ شو بتقول بهالمحن؟ أبداً، هذا كلام يعني ما قاله عليه قبل واقع نهائياً. سعد الحريري وسمير جعجع، أنا يمكن صاحب هيدي الفكرة هيك وبكل فخر والعفو من كلمة أنا، هيدي السين سين unbreakable، يعني ما حدا بيقدر يكسرها، اللي هي سعد وسمير ما حدا بيقدر يكسرها ولا حدا بيقدر يلعب على هيدي، لأنه هيدي منا قصة تناقضات. مطرح ما بيتقدم سمير جعجع بيتقدم سعد الحريري، مطرح ما بيتقدم سعد الحريري بيتقدم سمير جعجع، تراجع للطرفين والتقدم يعني الطرفين. مشاهدينا فاصل إعلاني ونتابع الحوار مع ملحم ريشي. نتابع الحوار مع ملحم ريشي. كنت عم بسألك عن موقف الرئيس سعد الحريري يلي هو كمان طبعا ما رح يكون فيه انه انا منزعج، بس قيل وقتها انه لانه هو كان كمجموعة 14 أذار الذي يقوم بالجولات العربية،
قال أنه إجا الدكتور جعجع ليأخذ من هذه الجولات؟ ما لها علاقة هيدي بهيدي. سعد الحريري يقوم بما يقوم به وسمير جعجع يقوم بما يقوم به. يعني تزويج النشاطين لبعضهم هو خدمة ال 14 أذار والقضية اللبنانية. ليش بده ينحط هالصورة اللي هي ملتبسة وما لها جنس العلاقة بالحقيقة؟ بالحقيقة أنه نحن أي هيدي الحركة عم نحطهم بالأجواء كمان لتيار المستقبل ونخبرهم شو عم بيصير من نشاط للحكيم برا. وقت الرئيس الحريري كمان عم يعمل نشاط عم بيحط الحكيم بالجو. هلا عم تصور لك أنه العلاقة ممتازة بين الطرفين؟ إيه ممتازة، عكس ما كل الناس بتفكر، ما في ولا أي لبس، بس خبريني شيء غير ما يتم تناوله هيك والبناء على عليه على أساس أنه وهم، ولكن في الحقيقة ما له علاقة بالحقيقة. البعض قال أنه صار في انزعاج مستقبلي من وراء خطاب دكتور جعجع أو كلمته بقداس الشهداء. ما تبلغنا هالشي، أنا شفت بس شعرته بهالشي. لا، شفت الوزير أحمد فتفت وبالعكس كان كتير مرتاح، وشفت قيادات قريبة جدا من الرئيس سعد الحريري من فريق عمله كانوا مرتاحين جدا، والرئيس سعد الحريري كان مرتاح جدا لأن الرئيس سعد الحريري متضايق من الفساد 10 مرات أضع أكتر من ما متضايق سمير جعجع. مجرد وقفت عند نقطة الفساد اللي هي اللي زعجت، كأنه كان عم يصور على المستقبل. لأنه هذا اللي انحكى أنه كأنه الفساد يعني المستقبل، مش مزبوط أبدا. في قيادات ب 14 أدار وقيادات ب 8 أدار، أو قيادات كلمة كبيرة، خلينا نقول بعض الشخصيات السياسية ب 8 وب 14 لها علاقة بالفساد ومرتبطة ارتباط جذري بالفساد، وهذا يزعج سمير جعجع ويزعج سعد الحريري ويزعجهما بقوة لأنه يؤثر على قوة 14 أدار وعلى موتور 14 أدار. كل حركة 14 أدار وإمكانية تحركها باندفاع وبقوة نحو المستقبل، هيدا بيسبب إزعاج لهم، وهيدا يعني بداية إذا بدك نهاية هالمجموعات الفاسدة اللي هي تدور في فلك 14 أدار بداية وفي فلك كل اللبنانيين. لكن ليه أراد أنه يوصل السهام؟ ما كان في تنسيق. يعني قيل أنه دكتور جعجع انزعج مثلا من تلبية الرئيس سعد الحريري دعوة الحوار للرئيس نبيه بري بدون ما يتشاوروا، بوقت إجا الدكتور جعجع رفض المشاركة. حتى هالتباين بالمواقف وبالفعل على الأرض، هو بالواقع كنا نحن حاكين سوا قبل الحوار وتبلغنا بهذا الموضوع، وكان في وجهة نظر مختلفة أو متباعدة. نحن ما بدنا نشارك بالحوار، والرئيس سعد الحريري كان عنده رغبة المشاركة بالحوار عبر في خط تواصل قائم دائم يعني بيناتنا، يعني تعرفي حكما عبر الدكتور غطاس خوري. أيوة، عبر الدكتور غطاس خوري وعبري، وصار في تبادل هالكلام، وحكما في تبادل دائم بين الحكيم وسعد الحريري وشيخ سعد الحريري، فما في خلاف أبدا. هني كان عندهم رغبة تختلف عن رغبتنا، لأنه نحن نعتبر من أيام الرئيس ميشيل سليمان أنه حزب الله ليس جاهزا للحوار بعد. وهلا يمكن يصير جاهز بعد توقيع الكونغرس الاتفاق النووي بين ال5+1 وايران، بتكون الامور اختلفت، ولكن ليس جاهزا للحوار ونحن لسنا جاهزون لاضاعه الوقت. هيدا الفرق بين موقف القوات اللبنانيه وموقف حلفائها. كل واحد بيروح على الحوار مقاربة مختلفة أو بيقاطع الحوار مقاربة مختلفة، ولكن هذا بس تقطع هيك. لا يفسد في الود قضية ولن يفسد في الود قضية. نحن كتار بيسألونا أنتوا صرتوا أصدقاء مع ميشيل عون، يعني بطلتوا حلفاء مع تيار المستقبل؟ لا، نحن أصدقاء مع ميشيل عون بس حلفاء وأصدقاء مع سعد الحريري. أنا ما قصدت القرار النهائي، قصدت التكتيك، يعني عدم مثلا التنسيق قبل اخذ القرارات. هيدا اللي مبين انه في وادي عميق بيناتهم. ما في وادي ابدا، في على طول خلافات على مجموعه نقاط. يعني بكثير ملفات في نقاط متباعده، وكل واحد بيتصرف فيها على اساس قناعاته طالما هي خير تحت سقف استراتيجية الوحده لقوى 14 اذار. يعني قوى 14 اذار او خلفيه روحيه 14 اذار هي المحرك لعمل الطرفين، بس كل واحد بيتصرف من مقاربه مختلفه بملفات مختلفه. يعني اعتبروا تيار المستقبل
ترجع عدلك كمشان الرأي العام يكون مرتاح أكثر. أصدقائنا وحلفائنا في تيار المستقبل اعتبروا أنه المشاركة في الحوار أفضل من عدمه. نحن اعتبرنا أنه الحوار هو لزوم ما لا يلزم بالأسلوب وبالطريقة وبالواقع اللي عم بينعمل فيه. حتى انتقدوا الحوار الثنائي بين المستقبل والحزب، يعني انتقدوا دكتور جعجع بكلمته. لا لا لا، من دون ما يسميهم قال الحوارات الثنائية اللي غير المنتجة. لا 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 ابدا ابدا، نحن مع الحوار اذا بيؤدي للاستقرار ولا استمرار الحد الادنى من الامان للبنان بظل المنطقه ما يجري في المنطقه. نحن عم نعمل حوار ثنائي مع ميشيل عون، بس ما تعرضنا لانتقاد، بالعكس تعرضنا لثناء وشكر. ولما طلعت وثيقه النيات اللي هي اذا بدك يمكن من احد الانجازات التاريخيه للمسيحيين، رحنا قدمناها لتيار المستقبل وقدمناها لحزب الكتائب لحق كل حلفائنا، ومن جهتهم هن العونيين قدموها لحلفائهم في حزب الله وتيار المردة والى اخره. كيف قرات تظاهره التيار الوطني الحر اللي اجت قبل بيوم من قداس الشهداء، والكلمه الاساسيه اللي كانت للوزير جبران باسيل، يعني هل تؤيدون ما قال أو ما سمعنا؟ يعني تاني يوم إجت كلمة دكتور جعجع، ما بدي أعمل مقارنات، صحيح حكي عن الفساد وحمل على الفساد، بس كانت تختلف عنا. يعني خليني بلش بتقييمك لتظاهرة التيار الوطني الحر من حيث الشكل ومن حيث المضمون. بالشكل والمضمون بتصور كانت ناجحة. بالنسبة للخطاب الوزير باسيل، ما فهمت شو لازم يكون عندنا مأخذ عليه. يعني اتهم اطراف يلي هن حلفائكم كمان انه بالفساد وبدنا نعمل بدنا نعمل. تؤيد هذا الكلام؟ يعني كان خطاب ناري اذا بدك وشعبوي بنفس الوقت. انا بعتقد انه اي كلام له علاقه بالفساد هو كلام مفيد، خاصه بهيدي المرحله. كله هلا ركب موجه محاربه الفساد، لانه هلا بالفعل في حاله فساد طفحت يعني على السطح، والنفايات المنتشرة على الطرقات بشكل معيب هيدي رأس جبل الجليد للفساد. الفساد ما عمره سن، عمره من أيام الجمهورية الأولى للبنان، ولكن بالجمهورية الثانية. ليه قرروا اليوم كلهم يقولوا بدنا نحارب الفساد من دكتور جعجع وجر؟ يعني بس لأنه صار في تحركات على الأرض. يعني كل حركة المصالح بالقوات اللبنانية خاصة المعنية بملفات الفساد، يعني صديقنا شرب العيد كل يوم ما في خبرك قديه بيرفع تقارير وبيهلك بخصوص مصلحة النقابات والفساد القائم بعدة مرافق بالدولة، ونحن منتبعها بس ما منتبعها بالإعلام. أوكي. بما أنه صارت بالإعلام صارت موضوع الساعة، ومشان هيك مش معناتها بس تبطل طافي وتبطل بالإعلام. تحس في مزايدات بهالموضوع يعني بين المسيحية، نائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب دكتور سمير جعجع وتيار الوطن الحر، كلهم عم بيحاربوا الفساد أو قرروا هلأ يحاربوا الفساد؟ لا مش هذا، هون مش ما في مزايدات، هون في منطق متابعة على ملفات الساعة ما أكثر ما هي مزايدات، لأنه كل الناس معنية وبالأخص السياسيين. نحن السياسي لما منقربها ما منقربها بمنطق بخفة، يعني السياسي بالفعل هي نشاط أساسي لحماية مصالح الناس. قوات اللبنانية شاركت بالحكومات كلها من 2005 إلى 2015 باستثناء آخر حكومتين نجيب مئاتي واليوم. ولا مرة حدا بتحدى حدا يعيب على وزير من وزراء القوات اللبنانية بالسلطة التنفيذية أنه كان له علاقة بملفات الفساد. ولكن هذا ما قاله سمير جعجع الجديد الذي قاله أنه لا يكفي أن نكون غير فاسدين. علينا أن نواجه ملفات الفساد بالمباشر ونضع إصبعنا على الجرح. مشان هيك فصلنا وشركائنا الأساسيين رح يكونوا شركاء معنا، بين شخصيات تنتمي إلى 8 و14 أو تفطر على يعني كالفطر تنمو على ظهر 8 و14 وتستفيد من حالات الصراع لبناء جمهورياتها أو عماراتها الفاسدة الخاصة فيها وبنياتها ومصالحها الخاصة على حساب النقاط الأخرى. بحب زيد شغلي بملف بوثيقة النيات، في بند خاص له علاقة بمحكمة الجرائم المالية وبمكافحة الفساد وإعادة إحياء من أين لك هذا اللي طرحها العميد ريمو قدي من أكثر من 30 سنة. هلا بالكلام وبالدفاتر كثير بنقرأ هالشيء، بس هل يعتبر دكتور جعجع عدم مشاركته؟ بس نجي على الحكم رح تشوفي أنه مش بالكلام
الحكام. بس كنتوا بالحكم يعني كنتوا بالحكم وكان في فساد وما كنتوا. نحن ما رح نبرر حالنا لا، بس انه بالاساس انه لما بتكوني بالحكم بتكوني شريكه بالحكم، ولما كنا بالحكم كانوا شبابنا عم بيموتوا على الطرقات. نحن بنتذكر من رفيق الحريري وصولا لمحمد شطح كانت مجموعه شهداء عم تضرب 14 اذار لتقسم ظهر 14 اذار. يعني في اولويات كمان بالدنيا. مش معناتها انا اذا حدا سرق لي الجبنه او الخبزه بدي هلا الحقه اذا بيتي عم يحترق. بس مش معناتها رح اتركه اذا كان عم يسرق هالجبنه بما معناه السائد يعني او الشعب هي الدوله اللبنانيه. كتار بيسالوا ملحم رياشي مين بحب اكثر، دكتور جعجع او العماد عون؟ مين بتحب اكثر؟ لا تسال كثير لا مش محرج ابدا يعني اثنينهم بحبهم، وما رح اقول هيدي عين هيدي عين. يعني بالشخصي انا ما عندي معروف اني وفخور اني احد عربي الطفل احد الجديد. احد القريبين جدا من سمير جعجع، ولكن هذا لا يعني اني لا اكن الحب والاحترام الى العماد عون. هيدا السؤال اجى هيك اوت اوف نوير مثل ما بنقول، بس رح ارجع على الحراك. هل القوات اللبنانيه مع ما يحصل في الشارع اليوم مع الحراك المدني؟ نحن بنتفهم هيدا الحراك كتير منيح وبنعرف انه ظروفه وطبيعته وكذا. نحن معه اكيد، معه بالمطلق لا، لانه لازم يتنظم ولازم يكون عنده مطالب واضحه. كل ثلاثه يعني عم يعملوا تحرك عم بيحرقوا حالهم وعم اذا بدك بالعكس لازم يكون في توحيد للرؤيه المدنيه، لانه في شباب من القوات اللبنانيه عم تشارك بالحراك. شو اللي يعني مش عم نجي سمير جعجع يعطي امر ممنوع منى وملحم ويا ينزلوا على لا، القصه مفتوحه. اي حدا مع مين منا مش معني بالنفايات وبالكهرباء وبالمي وبالمعاشات وبالدخل وبالبارك ميتر. انا كثير انبسطت بس نزلوا عملوا هيدي قصه البارك ميتر مثلا. انبسطت لانه هيدا شيء مش لازم يصير. بكره حابسط اكثر اذا قدروا عملوا حولوا الشط اللبناني لشط مثل كباك بتنزلي على البحر بكندا. ما حدا بيجي بيمنعك، هيدا بحر خاص وهيدا بحر عام. بس البحر لما بده يكون عام بده يكون يليق بالعام. عرفتي كيف؟ مش مثل بحرنا يعني، مطرح ما هو عام لك نفس تروحي، ومطرح ما هو خاص بتركضي تتروحي لو بدك تدفعي اكثر. كثير مشاكل اجتماعيه عم بيعاني منها لبنان. المؤسف انه تراكم المشاكل من 2000 من عفوا من 90 مما بعد الحرب، نهايه الحرب وصولا لليوم، لانه عكس ما يدعي فريق الممانعه ما عملت ما قدم شيء النظام السوري للبنان بهديك الفتره الا بيع الاستقرار للولايات المتحده والدول العظمى على حساب الشعب اللبناني. لقدم تسليح ممتاز للجيش، لقدم يعني كان انتداب اذا صح تعبير فاشل، بينما الانتداب الفرنسي كان ناجح. ضحكتني شغلة كتيرة أكيد منى شفتيها على عيد الاستقلال لما حطوا اللبنانيين ذكرى الأليمة لنهاية الانتداب الفرنسي. عرفتي كيف؟ هيدي مأساة أنه اللبناني يفكر هيك، لأنه نحن ما أتيحت لنا الفرصة. يمكن هلأ وصلوا لمحل يقولوا ذكرى أليمة لرحيل الجيش السوري، يعني بس على سبيل النكتة، لأنه اللبنانيين فاشلين يحكموا نفسهم. ما أتيحت لهم فرصة بناء وطن. اللبنانيين ما هم فاشلين أبدا، أتيحت لهم هلأ بس يبدو أنهم فاشلين. اللبنانيين كانوا عم يغتيلوا لما وصلوا على الحكم. 14 أدار لما حكمت اغتيلت، 14 أدار لما انتصرت ب 2009 بالانتخابات النيابية فتحت إيديها والاحتضان كل اللبنانيين، ولكن التجاوب كان منه تجاوب منطقي وتجاوب إذا بدك لبناء وطن نتيجة ارتباطات فرقاء لبنانيين بمشاريع أخرى. هذه هي المشكلة الأساسية وهذه المشكلة. هلأ بتعتبر اليوم اللبناني قادر يدير بلد ملحم؟ أكيد هذه تدير العالم مش بس بلد. مش عم بحكي ماني سعيد عقل، بس عم بحكي بس هي جديا حكومة منتجة. ما انت عم تنتقد هذه الحكومة؟ بس مش معناتها اللبناني مش قادر يدير. هذه الحكومة فاشلة، تعيين ما قادرين يعملوا 100%. ملف نفايات ما قادرين يعملوا. وين اللي قادرين يعملوا؟ فاشلين ولازم يستحوا على حالهم ويلاقوا طريقة تزبط الوضع بأسرع وقت ممكن. انت بتعرفي إذا شتت الدنيا هلأ في امراض ستدخل البيوت، ولك السوائل رح تسكر من كياس النفايات، الاوتوسترادات. هلا رح اسالك عن رايك بالخطه، بس انت مع الحراك المدني عم تقول بمحل، رح اسالك هل انت مع انه هالحراك المدني يطالب بمطالب سياسيه؟ قصه الزباله وهي ماشي الحال، بس انه مطالبه بانتخاب رئيس، مطالبه بانتخابات نيابيه، انه انتخاب، انتم مع هالمطالب ولا بس مع المطالب اللبنانيه؟ نحن ما عندنا مانع يطالب بشو ما بده، بالاخير هيدي مطالب مدنيه. بس بدك يعرف يطالب انه
واحد بيطالب انتخابات نيابية، الثاني بيقول له لا بدنا رئيس، الثالث بيقول له ليك بلا رئيس وبلا انتخابات نيابية بدنا الأمم المتحدة تتدخل، واحد رابع بيقول له خلي جيش سنغالي ينتشر بلبنان، أنا جدي مخبرني إنه السنغالية كانوا ماسكين لبنان. لا بدها أكتر شغل هيدي الملفات، بس بدها ابتعاد بعض الأيدي عنا إنها تلعب فيها. مين عم يلعب فيها؟ ما بعرف، أنا مني كتير فايد بهيدا الحراك، بس أنا بنبسط. بس بتقول في أيدي عم تلعب فيها، عم تستغلها حكما، بس أي حدا ينجح بيجي كتير طفيليين يستفيدوا منه ويستغلوا. نجحوا بالمرحلة الأولى، للأسف بعدين عم لاحظ كلنا يعني إنه مضعضعين كأنه هلأ يعني كل فئة عندها مشروع الخاص وعندها إذا بدك الأجندة تبعها الخاصة. هل خلقت أجسام إضافية عن قصد؟ يعني هل في أطراف سياسية خلقت أجسام أو حراك جديد لا تفصل تقسمهم قصدا؟ ما بعرف إذا هذا الشيء صار، بس بعرف أنه أنا عم بحكي بالتحليل مش بالمعلومات. طبيعة أي عمل يفوتوا عليه كل الناس، يعني خذ الثورة الفرنسية مثلا، مليون قائد يعني على الثورة الفرنسية تابع واحد وراء الثاني وقطعوا رؤوس بعض وقتلوا بعض تستقرت الثورة. نحن اليوم بلبنان بالفعل نتيجة الزلزال الإقليمي نتأثر بهذا الفالق الزلزالي وبعد ما صار في استقرار. عفوا، نحن كل اللي عم نعمله عم نجرب نحمي لبنان بالحد الأدنى، نحمي لبنان لتقطع لا يستقر الفالق الزلزالي ونعرف على أي أساس بدنا نتوجه بلبنان. ملحم، قبل ما فوت بالشق الإقليمي، اليوم لفتني عم أقرأ أنه في حراك أوروبي لإيصال رئيس جمهورية أمني، يعني رجل أمن وراضي عليه الحزب وراضين عليه المستقبل وله قبول. هل أنت على علم بما يحصل؟ من هي هذه الشخصية الأمنية؟ وين صرنا بملف الرئاسي؟ ملف الرئاسي بتصور حسب ما المعلومات عم تجينا هو بالفعل على بلش يعني يدخل هلأ أو يلج البحث فيه جديا، كون اتفاق النووي الإيراني الأمريكي سيوقع في الكونغرس بده يوقع عليه هلأ بوقت قريب. صار ملف الرئاسي من الملفات الإقليمية مثل اليمن مثل سوريا مثل العراق، ولكن ملف أصغر بكتير بتصور إذا فيهم يفوتوا عليه بسرعة، لأنه للأسف ما عاد الملف محلي صار إقليمي، بالأخص بعد تجاوز الترشيح السيادي الذي قام به سمير جعجع وأنجزه في مجلس النواب، وبس تسكر مجلس النواب فتحنا على البعد الإقليمي للملف. يعني لما بتقولوا للعماد عون انزلوا على مجلس النواب، أنتوا عارفين أنه المشكلة مش عنده عمليا؟ لا لا لا، مشكلة نحن عارفين أنه المشكلة مش عنده من الأساس، عارفين يعني ما عارفين كيف تستغل هيدي الشغلة من مشكلة أخرى. وبعطيكي مثل مباشر وبسيط. هل مزبوط السعوديين طرحوا الدكتور جعجع مؤخرا أنه هو يكون الرئيس بالتفاوض، يعني على الكلام بالملف النووي؟ هل صحيح أنه انطرح دكتور جعجع رئيس؟ دكتور جعجع مرشح بس إيه انه يعني تبنوه السعوديين اذا جاز الوصف، هل صحيح هالكلام؟ ما عندي هالمعلومه، بس بعرف انه السعوديين حريصين ما يتدخلوا بالملفات اللبنانيه بهذه الطريقه، حريصين على حمايه الواقع اللبناني بدون تدخل بهذه الطريقه هيك المباشره او السافره. ولكن كنت عم اقول لك كنت عن شغلي عن قرب توقيع الكونغرس على الملف النووي. لا، علاقة أكتر أنه كيف في عرقلة إيرانية حتى الساعة على الملف الرئاسي. إذا بتتذكري وقت تغير السفير الإيراني الأخير غدنفر ركن أبادي، السفير الحالي اللي استلم فتح علي استلم قبل نهاية خدمات قبله، بس استلم تقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية. هيدي كانت مؤشر واضح أنه كان في نية إيرانية واضحة بتجميد ملف رئاسة الجمهورية بلبنان إلى حين انتهاء أو الوصول إلى خواتيم معينة بالملف النووي مع الولايات المتحدة تحديدا، مش مع حدا تاني. وتصور إيران ولو بدأت تدخل آخر شيء إلى مفاوضات مع السعودية، ما رح تبحث مع السعودية ملف لبنان أو أي ملف سواء بالمنطقة من دون مظلة أمريكية. وين صرنا يعني بالملف النووي؟ أي ملفات تأتي قبل أي ملفات؟ بعد الفاصل أو منحكي؟ لا ما في فاصل. أوكي. ملفات هلأ ملف اليمن هو ملف ساخن جدا. ملف اليمن وفي تقدم كبير لعاصفة الحزم بملف اليمن مثل ما عم نلاحظ. يعني وحضور عسكري سعودي وعربي وقرار دولي إذا بدك ومظلة دولية لما يحصل.
في ملف العراق كمان ساخن جدا، والعراق في ثورة شعبية حقيقية بالعراق إذا بدك تعريب العراق بهيدي الفترة، في حالة داعش المنتشرة بأجزاء كبيرة من العراق ومن سوريا، في الحالة السورية اللي هي كارثية، واليوم دخل العامل الروسي عامل جدي على ومباشر خاصة بعد اتفاق النووي مثل ما تفضلتي، لأنه لما بيفوت العالم الروسي دخل الروسي على سوريا؟ لأنه بده يكون له حصة بالحل الآتي، يعني قرب الحل عمليا؟ ايه عمليا قرب الحل، يعني عم نحكي مش قرب الحل مش معناتها بكرة بس دخلنا قرب مع أو بلا الأسد؟ الروسي هيدي بده يقررها، لأنه الأمريكي والسعودي ضد بقاء الأسد. الروسي بده بقاء الأسد أو بده تمن لرحيل الأسد، صارت الورقة نزل الروسي بيتقلوا هلأ فيها ليمسك هيدي الورقة ويحدد اتجاهات المستقبل. ولكن المؤسف باللعبة كلها إذا بدك أنه الرابح الأكبر هو إسرائيل، يعني تخيلي كل جيوش الممانعة وكل ما عملته، آخر شيء صرنا عم نجفف روافد الثورة الخمينية من منطقة المتوسط، عم نقاتل ب ضواحي ودسكرات حلب وحمص وكذا بجيش كان يفترض أنه أعد لمقاتلة إسرائيل، وإسرائيل فيها تسحب جيشها بكل راحة عن حدود كل المنطقة الشمالية وتكون مرتاحة وما عندهاش مشكل أبدا، لأنه كلنا ملتهين بأماكن أخرى غير المطرح اللي لازم أسست هذه الجيوش لتكون فيه. تعرفي ليش؟ لأنه هيدي نتيجة أن لو أن الجيش لا يقوم بحرب أساسية إذا لم يكن محمي من الشعب. الديمقراطية هي أساس حماية الشعوب، الديمقراطية اللي هيدي الثورات السلمية والتي قمعت في سوريا ولم تزل تقمع هي أساس حماية الشعب السوري وحماية جيشه ليقدر يقاتل إسرائيل. مشان هيك أنا برأيي سوريا ودول عربية أخرى يعني أمام ثورات مقبلة قريبة جدا، ثورة تانية وثورة ثالثة بالعراق بسوريا بليبيا. هل ما يحصل في العراق هو تعري لإيران في العراق؟ حكما هيدي صفعة كبيرة للدور الإيراني بسوريا، صفعة كبيرة جدا، وبتصور هيدي خاصة أنه الحراك هو حراك سيستاني وحراك شيعي بطبيعته، لأنه الجمهورية الإسلامية في إيران هي جمهورية شيعية بطبيعتها، ولكن أثبتت التجارب من العراق وصولا إلى بيروت أنه تسويق الثورة تحت عنوان مواجهة إسرائيل وتحت عنوان فلسطين اللي هي إذا بدك الأرمة اللي الكل بيتخبى تحتها ليمرق مصالحه سقط. خلينا ناخذ فاصل إعلاني تاني ونتابع الحوار مع ملحم رياشي. ارتكبت جريمة، كله دم بالجسم يعني، بس أنا قتلتها كم مرة؟ عدة مرات. لأول مرة بوديكا رح تحكي الحقيقة من بعد 17 سنة. كل يوم بيضربوني بدون سبب، إذا حكيت ميها بيضربوني، إذا حكيت مش ميها بيضربوني. أنا جيت لهون مشان أشتغل، يعني جيت كرمال من بعيد. بوديكا لو كانت قادرة تلتجي للقضاء ما كانت وصلت لارتكاب جرم. أنا كثير آسف. كلا لماما أنا كثير آسف يعني. عاطل عن الحرية. الجمعة بعد الأخبار على الـ MTV. رح نغرق بالزبالة والدولة مش سئلانة، الجراثيم والأوساخ رح تقتلنا، ولأنه الدولة منا ناوية تلاقي حل صار وقت نتصرف. الحل ببلش من كل واحد فينا، لازم نفرز ببيوتنا. خصصوا كيسين للزبالة، واحد أزرق وواحد أسود، حطوا بالكيس الأسود بقايا الأكل والورق والمحارم، حطوا بالكيس الأزرق الإزاز والتنك والبلاستيك والألومنيوم. بهالطريقة بتصير البلديات تعرف تلقائياً كيف تخفف روايح وتلوث من شوارعنا وبيوتنا، ومنكون بلشنا بالحل يلي مفروض كانت الدولة تلاقي. عم نفرز لأنه بيئتنا وصحتنا أولوية، عم نفرز لأنه بنرفض أنه الزبالة تكون واجهة بلدنا. موتور شو الليلي منوع كتير، ومن أبرز الوقفات الكونسبت كار وهي الأودي تيتي كلاب سبورت. أما السوبر كار فهي المرسيدس AMG GTS سيفتي كار.
بالإضافة لوقفة خاصة مع دولاب ثوري جديد من بريدجستون وهو الإيكوبيا. واتر شو الليلة الساعة 6 على الام تي في. When it comes to tires, it's either Bridgestone or nothing. نتابع الحوار مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي. ملحم، خلينا نحكي أكثر عن سوريا. البعض يتحدث عن تقسيم، بس كمان لافت زيارة لواء علي مملوك إلى القاهرة بعد ما كان زار السعودية. كيف تقرأ هذه الزيارات؟ زيارة السعودية حسب ما أخبرنا تم الاتفاق عليها مع الرئيس الروسي بوتين. محمد بن سلمان ولي العهد كان بزيارة لروسيا، قال له الرئيس الروسي انه ليش ما دامك هون ليش ما بنلاقي حل للملف السوري نحن وياكم، وتوقفوا تسليح المعارضة السورية. قال له نحن جاهزين لهيدي المهمة، شرط سحب او انسحاب الألوية الميليشيات الشيعية بما فيها حزب الله من الأراضي السورية. قال له مستعد تحكي؟ قال له أنا مستعد أحكي بهذا الموضوع. قال له بتطلع على سوريا؟ قال له لا، ليه بدي أطلع على سوريا؟ قال له خلي يجي. مستعد تستقبله بالسعودية؟ كان الجواب بالإيجاب. إجا لواء علي مملوك من سوريا بمرافقة رئيس الاستخبارات السوفيتي. إجا على السعودية، ولكن علي مملوك رفض، قال له هيدي القصة ما بقدر أنا أعملها ومنا. بس حراك علي مملوك يعني واستقباله، هل هذا يعني أنه أي مستقبل لسوريا سيكون مع الأسد؟ يعني بدي قراءتك للاستقبال من قبل السعوديين ومن قبل المصريين. أنا بعتقد أنه الأسد عمليا انتهى، باقي بعض الأمور العملانية، لأنه كل الانتصارات اللي عم بيحققها على الأرض هي بعض هيك المعارك الصغيرة، ولكن عم ترجع تتقهقر على جديد. يعني عمليا ما قادر يكمل بالسلطة. اللي قادر يكمل بالسلطة، اللي حافظ استمراره بالسلطة، عاملين: الحرس الثوري الإيراني والعامل الروسي. العامل الروسي اللي داخل جديد علنا، اللي هو أصلا موجود لتسليح جيش الأسد، عامل موجود لضمان الشراكة في الحل المقبل. إذا كانت الشراكة، وفي شغلة ملفتة كتبتها أولت مبارح الفاينانشال تايمز عن لسان الرئيس الروسي بوتين، أنه لما قال لهم إذا بتقبلوا بأن يكون الأسد حاكما لثمان ملايين نسمة، بما معناها الدولة العلوية. يعني روسيا لو بدها توصل أنه تمشي بمشروع جديد بنوع من الكونفدرالية، لأنه تغيير الحدود الكبيرة للدول ليس موجودا اليوم، هذا التغيير بيصير على أساس سقوط الإمبراطوريات. يعني الدولة العثمانية لما سقطت نشأ سايكس بيكو. دولة الإمبراطورية السوفيتية لما سقطت نشأت دول البلقان الجديد. اليوم الحدود السورية ما رح تتغير. تغيير شكل النظام بسوريا، أم يكون مركزي أم فيدرالي أم كونفدرالي، هو فعلا قيد البحث. الأسد شريك في المرحلة الأولى من الدولة السورية أو الشكل السوري الجديد، هذا إذا بدك بإيد روسيا، لأنه هناك رفض عربي مطلق. مجلس التعاون الخليجي يعني رفض مطلق. مصر ليست بعيدة عن هذا الموقف لقربها من المملكة السعودية أن يكون الأسد شريك في مستقبل لكن سوريا. لكن هل البديل هو التقسيم وإقامة دولة علوية؟ البديل دولة جديدة ديمقراطية. إذا كان البديل بالمفهوم اللي قاله الرئيس بوتين عم قلك عن الفاينانشال تايمز، سيكون الأسد عم بحكي كمحلل. نعم. شريك بالمرحلة الانتقالية لأكثر. إذا الروس يعني هلأ الأسد ورقة عند الروس. المؤسف بالمشهد انه كل القضايا الكبرى وكل المشهديه اذا بدك سياسيه، اللي الصمود والتصدي والافكار اللي بيعوها مده طويله للناس وعلى دمائنا ودماء الناس كلها سوا، طلعت مثل واحد اخر شيء مثل وكيل مثلا شركه اجنبيه، مثل مثلا في وكيل اريل بلبنان بوزع لنا اريل وكذا، واخر شيء بس يخلص دوره بيمشي الحال. صار هالقد الدور للاسف سنوي بسوريا. يعني اليوم الروسي اذا قرر يلغي الوكاله لمسك الرئيس الأسد بيقدر يلغيها. يعني اللعب اليوم كله بإيد الروسي ولا بإيد الإيراني؟ بإيد الروسي أكثر. ليش؟ لأنه الروسي إلى حد ما في عنده موقف هيك ملتبس من الاتفاق، من إذا بدك
الاتفاق الإيراني الأمريكي اتفاق نووي روسيا شريك فيه، ولكن استثمار الاتفاق النووي بالإقليم باتجاه المتوسط روسيا منا شريك فيه. يعني روسيا اعتبرت حالا غدرت بليبيا، ما رح تسمح بغدرة بسوريا. بس إذا إيران قررت أمر ما في سوريا ما بيكون تغيير كمان؟ طبعا بيكون تغيير، بس قديش بينعكس على الأرض الواقع وبيأثر على روسيا، هيدا الواقع العملاني بقرره مش نظرية بالسياسة. يعني تخيل اليوم عم يركب خطوط نفط، إذا حكيوا عنا أنابيب نفط بين إسرائيل وبين كردستان بين تركيا وبين دول أخرى على خط الحرير بين إيران والصين، في مشاريع اقتصادية عم تحضر للسنين اللي جاية، كل هيدي نتيجة بالأخير مين بده يتقاسم لوحة الثروات العربية أو قلب العالم العربي اليوم اللي هو سوريا والعراق وبعدين على أطرافه لبنان. للأسف هيدا الواقع، يعني واقع منه مغري، بالعكس واقع مزري جدا لشعوب المنطقة، لأنه ثرواتهم منا ملكهم، وأكبر مأساة ودليل هو الطفل اللي شفناه كلنا عم يموت على أبواب الناس بالبحر غرقان بالوقت اللي أرضه وناسه هن أغنى ناس بالعالم. ملحم رياشي، بدي أشكر حضورك معنا وهذه القراءات. مشاهدينا شكرا للمتابعة، تابعوا دائما الام تي في على المواقع، على تويتر فيسبوك والموقع الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.